نذهب بكم إلى موضوع آخر يتعلق بلجنة التعريف بالإسلام، حيث تعد هذه اللجنة هي إحدى أهم الصروح الدعوية التي تتميز بها دولة الكويت، والتي ينتشر على ضوئها الإسلام بمفهومه الشامل وبين الجاليات المتواجدة هنا في دولة الكويت. للمزيد من هذا الموضوع والتعريف حول دور لجنة التعريف بالإسلام في العمل الدعوي ونشر الدين الإسلامي، ينضم إلينا داخل الاستوديو الداعية الأستاذ محمد النقوي، عضو الفريق التطوعي بلجنة التعريف بالإسلام وخطيب الجاليات في المسجد الكبير باللغة الإنجليزية. صباح عليك بالخير أستاذ محمد. صباح الله بالخير يا مرحبا. في البداية نريد أن نتحدث حول موضوع الفريق التوعوي التابع للجنة التعريف بالإسلام. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا هو فريق تطوعي، الحمد لله، يعني فريق مبارك، فريق كبير، يلتحق يعني تقريبا بشكل يومي أو أسبوعي إلى هذا الفريق كثير من الناس. لهم عدة نشاطات في مجال الدعوي ومجال نشر الإسلام والتعليم السمحة، لهم زيارات في أماكن كثيرة، لهم نشاطات ومشاركات في مهرجانات، يعني ما في شيء إلا هم دخلوا فيه لأجل توعية أو نشر تعليم الإسلام أو دين الإسلام السمحة. جميل، أقمتم في الأسبوع الماضي أستاذ محمد نشاط دعوي مميز، حدثنا عن هذا النشاط. صراحة أخي الكريم، هي كانت فعلا مميزة جدا. قرابة 200 داعية متطوع من لجنة التعريف بالإسلام بالمشاركة مع تقريبا 150 دولة عالميا، قاموا بيوم الدعوة العالمي، وهذا تزامنا مع أولمبياد برازيل. نعم، لأن الناس الآن يعني ذاهبين البرازيل ولعب وما شابه لذلك، فعملنا مثل يوم دعوة عالمي بالمشاركة مع دعاة حول العالم في الجمعة الماضية 19 أغسطس شهر 8، وكانت الحملة جدا ممتازة. تفرقت يعني الفريق أو تفرقوا بشكل يعني كامل هؤلاء 200 شخص إلى مناطق عدة. وين؟ في البرازيل؟ لا، في الكويت. هم يعني تماشين مع برازيل طبعا، الدول كلها، بريطانيا، أوروبا بشكل عام، دول الخليج أيضا، كلهم كانوا متطوعين اللجان الدعوية يعني في تنسيق فيما بينهم، والحمد لله دولة الكويت كانت أيضا مشاركة بهذا العمل عن طريق لجنة التعريف بالإسلام. فقمنا يعني بدعوة في عدة مناطق في الكويت يعني الحمد لله. هل جاءت هذه الدعوة مثلا بالتزامن مع دول أخرى مثلا في نفس التوقيت؟ نعم، في نفس التوقيت. في دول أخرى لكم تنتهجون نفس الطريق ونفس المنهج؟ بالضبط، نعم. فكانت يعني الهدف منها نشر الإسلام، وتحدثنا مع يعني الإخوة المسلمين وغير المسلمين من نجده، وطبعا مثل ما قلنا 200 شخص كانوا متوزعين حول الكويت يعني في مناطق. أستاذ محمد، إقناع شخص كان لا يؤمن بالدين الإسلامي وقد لا يؤمن مثلا بوجود الرب أو وجود الله سبحانه وتعالى عز وجل، فما هي المدة باعتقادك الكافية بحيث أنك أنت تنقل شخص من لا شيء إلى أنه يقتنع ويقوم بمثلا شهادة الشهادتين؟ هذا البرنامج وهذا التنسيق يحتاج إلى عمل دؤوب، أم أنه مثلا مقتصر مثلا على جلسات حوارية وحلقات يعني مثلا دعوية؟ نعم، هو لابد يعني في نوع من النقاش، نوع من الحوار، ولكن الحمد لله يعني لجنة التعريف بالإسلام جزاهم الله خير يعني يعطون دورات مكثفة للدعاة، ويعني هؤلاء 200 المتطوع الذي التحقوا في هذه الحملة يعني تدربوا بشكل كبير جدا، بحيث أنك تتوصل الرسالة للآخر خلال دقيقتين. لأن أنت لما تكون تعمل ستريت دعوة في الشارع مثلا أو دعوة المدنية، أنا ما أقدر أمسكك وأتكلم معك من ساعة. أنت مشغول، عندك شغل، عندك رايح سوق معك أهلك، فأنا مهيأ أن أنقل لك رسالة التوحيد بدقيقتين بحيث أنها تكون جاذبة، حتى أتي معك مثلا في وقت لاحق إلى المركز حتى أستمع إلى المزيد والمزيد من هذا الموضوع. بالضبط، نعم. جميل. صحيح. أنتم هنا في دولة الكويت أستاذ محمد، نعم، تقومون مثلا بالتوجه إلى جميع الجاليات بجميع اللغات المختلفة؟ نعم، يعني الدعاة ما شاء الله يعني موجودين من كل اللغات، ولكن اللغة الأساسية يعني مثلا عندي الفريق يتكلمون اللغة الإنجليزية كونها يعني لغة شائعة، فالهندي يتكلم إنجليزي والآسيوي يتكلم إنجليزي والأفريقي يتكلم إنجليزي، فالشيء المشترك ما بينهم كلهم والدعاة أيضا هو اللغة الإنجليزية. ولكن لا يمنع إذا واحد مثلا على سبيل المثال من فلبين، فعندنا داعية مختص باللغة الفلبينية، واحد مثلا هندي فعندنا داعية مختص باللغة الهندية، ولكن بشكل عام هو اللغة الإنجليزية.
التطوع شيء جميل في الحياة، هنالك من يتطوع للحماية البيئة، هنالك من يتطوع لمعونة مثلا ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو مجال التطوع كبير، وأهل الكويت جبلوا على موضوع التطوع لأنه عشقهم أن يقدموا مساعدة للآخرين حينما يحتاجون لها. ما أعلمه بشكل شخصي عنك بأنك أنت يعني خريج علوم إدارية، نعم. ومجال عملك يختلف عن مجال الموضوع، ولكن من باب حبك للتفقه في الدين والشريعة انتهشت هذا المنهج، وكونك ضليع في اللغة الإنجليزية وتتحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة، فأردت أن تتطوع لنشر الدين الإسلامي لمن يتحدثون باللغة الإنجليزية. صحيح. كيف يتوافق عملك التطوعي مع عملك أيضا المهني بشكل الحياة نعم. اليومية؟ حقيقة والله سؤال ممتاز. حقيقة الكل يتوظف، الكل الموظف يعني، خاصة أنه يروح الدوام الصبح يخلص، هذا شيء أساسي في الحياة، ولكن أنا أستمتع بعد الدوام، يعني اللي هو الدعوة أتفرق لها، حتى في الدعوة، هو الدعوة التطوعية كوني كخطيب يعني يوم الجمعة، وأيضا ألقي محاضرات وكذا، هذا أنا أستمتع فيه، لأن مجال تطوعي يأتي من منبع، من 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 داخل، زين، وأنت ودك تسوي هذا الشيء، وفقط الأمر لا يقتصر علي، ولكن هناك كثير من أهل الكويت وغيرهم يعني ما شاء الله يلتحقون يوما بعد يوم في فريق تطوعي، ودهم يقدمون شيء لهذا البلد أو للإسلام والمسلمين أو لغير المسلمين. جميل، فهذا شيء طيب. أستاذ محمد، الإدلاء بالشهادتين ليس كافيا، المواصلة، الخدمة نعم. التي تقدم ما بعد ذلك نعم. كيف تضمنون بأن هؤلاء المسلمون الجدد الذين دخلوا في الدين الإسلامي بعد إدلاء الشهادتين يتواصلون لمواكبة الدروس التعليمية التثقيفية والمحافظة على صلاة الجماعة؟ نعم صحيح. طبعا احنا لما قمنا مثلا على سبيل المثال، احنا قمنا بالحملة الدعوية الأسبوع الماضي، بفضل الله تعالى في يوم واحد من صلاة العصر بدينا الساعة 4 إلى نهاية اليوم الساعة 10 بالليل، بفضل الله 27 شخص أسلموا في يوم واحد. ما شاء الله. الآن هذه مسؤولية، 27 شخص طيب أسلموا بعدين شو الموضوع؟ فالآن هناك دعاة متفرغين جزاهم الله خير موجودين في لجنة تعليم الإسلام، فأنا كداعية متطوع عندي أشغال وعندي كذا، فأنا شغلي في الميدان، أذهب أتكلم مع ناس أوصلهم رسالة الإسلام، إذا اقتنع هذا الشخص وأسلم بعد ذلك الحمد لله أخذ بياناته، أو الداعية يأخذ بيانات الشخص، رقم تلفونه، إيميله، اسمه، بعد ذلك مجرد ما يكون عنده هذه البيانات يعطي هذه البيانات كلها للداعي المتفرغ اللي موجود في اللجنة، يعني دوام كامل، وحتى يعني جزاهم الله خير يكونون مداومين أحيانا يوم الجمعة، لأن يتطلب الأمر أن مثلا الشخص اللي يبي أسلم عطلته يوم الجمعة، فإذا كانت اللجنة مسكرة يوم الجمعة ماذا استفاد؟ جميل. فهؤلاء الدعاة اللي موجودين في اللجنة جزاهم الله خير يقومون باتصال بهذا الشخص، يعني يشوفونه متى هو فاضي، يعني يوصلون له إذا ما عنده سيارة يوصلون له السيارة أنه تاخذه تويده توديه، ويعطونه دروس تثقيفية تعليمية، مبادئ الصلاة، الوضوء وما شابه ذلك. فريقكم التطوعي هل هو فريق الآن كامل، أم أنكم بحاجة إلى من يتطوع أيضا لتقديم الخدمة بمختلف، لربما تكون من جانب اللغة، من جانب أمور أخرى أنا لا أعلم. نعم. نعم والله، هو الحمد لله الفريق فيه البركة، ولكن لابد يعني لو زيادة خير خيرين. يعني الفريق مكون فقط من الذكور، يعني من الرجال، أمكم تحتاجون أيضا من النساء؟ أيضا من الذكور والنساء، يعني من الخوات والإخوان. نعم. ودائما ما شاء الله الخوات سباقين نشيطين يعني في كل المجالات، ليس فقط في مجال الدعوة. هل مثلا لغة معينة يحتاجونها مثلا حتى نسلط عليها الضوء مثلا، خاصة أن لدينا جاليات كثيرة هنالك يتكلمون الفلبيني، توغالو، الأوردو، كثير يعني كثير. أتوقع أن هذه الكلمات أو هذه عفوا اللغات اللي صحيح. نذكرها صحيح، هي دعاة موجودين بهذه اللغات. نعم، وايضا يعني احنا حتى مجال الاوروبي يعني دخلنا فيه الان انجليزي، فرنسي، اسباني، الماني، موجودين يعني هؤلاء. يعني طبعا ما اقول الدعاة، يعني في بعض الدعاة نعم يتكلمون هذه اللغات، ولكن ايضا عندنا مواد تعليميه تثقيفيه تعريفيه بالاسلام موجوده في يعني اللجنه، ونقوم يعني بنشرها، ولكن كما قلنا يعني في اضيق الحدود، اذا ما وجدنا لغه مثلا نادره جدا فيكون هذا الشخص يتكلم انجليزي بفضل الله، يعني نجد المخرج انه يكون هناك مشترك بين اللغتين او شخصين اللغه الانجليزيه. كيف تستطيعون أستاذ محمد جذب هؤلاء الناس؟ تذهبون إلى مناطق معينة داخل الكويت؟ نعم نعم، يعني هناك مناطق حيوية طبعا، ستريت دعوة لو تكلمنا بالنشاط الذي قمنا به فريق تطوعي، نذهب إلى أماكن عامة، يعني أماكن حيوية، أماكن عامة فيها مثلا على سبيل المثال البحر، المجمعات، الأماكن هذه، أماكن التي فيها ازدحام، هو الهدف النشر الإسلام أو نشر دين التسامح. بالضبط، دين التسامح، يعني ليس بالضروري أنا أقنعك وأجذبك ولازم، لا بالعكس،
أنا فقط أقدم لك، هي اسمها لجنة التعريف بالإسلام، أنا فقط أعرفك بالإسلام، هذا الإسلام تفضل. زين، هذا هو الإسلام الحقيقي. الحقيقي حتى نعم. حتى أن الصورة الذهنية لدى البعض لربما تكون صحيح. تأثرت بما يحدث في العالم نعم. ولكن دوركم مهم جدا في نقل الصورة الحقيقية للإسلام صحيح. وهو دين الرحمة نعم. دين التسامح، دين المحبة. نعم صحيح. نتمنى لكم كل التوفيق أستاذ محمد النغوي على ما تقوم به من عمل تطوعي، ويكون إن شاء الله في ميزان أعمالكم يوم القيامة. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا.